ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، بعد التحية، يعني كما كنا نتابع يوميا هناك اتصالات بالإدارة المصرية فيما يتعلق بالوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة وغيرها، كيف ترى هذه الاتصالات المكثفة على الجانب المصري والدور المصري في عملية التهدئة؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين مشاهدي التاسعه، وعايزين نقول ان احنا هنا القياده المصريه وخاصه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث دائما على الاستقرار المستدام في المنطقه العربيه، ليس فقط في مصر ولكن ايضا في المنطقه العربيه. بنشوف حضرتك مؤتمر دول الجوار للازمه السودانيه، الازمه الليبيه، وناتي الى ازمه غزه وما يحدث في غزه. اعتقد ان احنا كان لينا رد فعل قوي. يعني عايز اكلم حضرتك في اربع نقاط مهمه بالنسبه لهذا الموقف. اول حاجه ان الموقف المصري ظهر سريعا عقب ساعات من اندلاع الاشتباكات، واعتقد ان ده الموقف الوحيد اللي في العالم العربي هو اللي ظهر بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثاني حاجه ظهور او وجود بيان رسمي يتسم بالمباشره والقوه لفض هذه الاشتباكات الموجوده على الاراضي الفلسطينيه وخاصه غزه. عايز اقول لحضرتك ان احنا في مصر عندنا يعني وجود خبرات متراكمه في جهود التهدئه بين الجانبين، ليست المره الاولى التي تتدخل فيها مصر لفض هذه الاشتباكات، ولكن على مدار السنين الماضيه مصر تدخل في التهدئه في هذه الاشتباكات ولها باع كبير في هذا الموضوع، خاصة أن مصر تعد طرف مقبول بالنسبة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. فأعتقد أن مصر في فض هذه الاشتباكات ناجحة تماما لقبولها بين الطرفين، والخبرات المتراكمة لفض هذا الموضوع أو فض هذه الاشتباكات. نعم. وطبعا احنا شفنا النهارده اجتماع رؤساء خارجيه وزراء خارجيه العرب في جامعه الدول العربيه، ونادوا بكثير من يعني من النقاط الهامه، خاصه اللي كان بينادي بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي يعني ان احنا ايقاف هذه الاشتباكات سريعا، لان يعني ان دلت هذه الاشتباكات سوف تدل على ازمه كبيره جدا في البنى التحتيه الموجوده في غزه. ولو تفتكر حضرتك والساده المشاهدين في عام 2021 عندما بعثنا معونات كبيره جدا للبنى التحتيه في غزه، اعتقد ان احنا حريصين والقياده المصريه حريصه تماما على هذه البنى التحتيه، حريصه تماما على دم الشهداء ودم الإخوة في غزة. طيب. مع حضرتك دكتور سعيد، يعني في دم الشهداء في غزة وخاصة البنى التحتية وتهدئة هذه الأوضاع الموجودة في الأراضي الفلسطينية. الوضع المتوتر في قطاع غزة ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعوات من حين لآخر أو أنباء عن اقتحام بري إسرائيلي، في ظل هذه المعطيات وهذه التحركات على الأرض، كيف ترى عملية فكرة نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن هذا الأمر قد يفرغ أو هو مسمار في نعش تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، كيف تقرأ هذا الأمر؟ شوف حضرتك، احنا نرجع لمقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن وضع نزوح الغزاويين سواء إذا كان في مصر أو الأردن أو أيا كان في منطقة سوف ينهي على القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية لا تحل، أو موضوع غزة نفسها لا تحل بهجرة ونزوح أهالي منطقة غزة أو أهالي قطاع غزة من غزة نفسها، ولكن تحل بالمفاوضات السلمية. ومما لا شك فيه اللي حصل دوت، احنا رجعنا تاني لنقطة الصفر مرة أخرى، ومربع الاتفاقيات والهدنة مرة أخرى، ولكن لا تحل القضية الفلسطينية بالنزوح أو هروب أهل غزة من هذا القطاع. أنا عايز أقول لحضرتك، يعني كان في اتفاقيات وارس أوسلو في 1993 كان هذا القطاع بيسبب قلق كبير لرئيس الوزراء رابين، وكان مرة خاطب مع فرانسوا ميتيران رئيس فرنسا الراحل، وقال له إن القطاع دوت يعني بيسبب لي أزمة كبيرة، وكان بيحلم دايما بكوابيس لهذا القطاع. إذن هروب أو نزوح
أهالي قطاع غزة من هذا القطاع ليس هو الحل، ولكن أنا أعتقد يعني إحنا دايما بالحكمة المصرية بتاعتنا وبالقيادة المصرية بتاعتنا وفي ظل هذا الموضوع إن لابد أن يكون هناك مفاوضات بشأن هذه الاشتباكات. المفاوضات لا تحدث إلا بفض ووقف والهدنة بين الطرفين والعودة إلى مبدأ الهدوء مقابل الهدوء اللي احنا كنا متعهدين عليه. لو حضرتك تفتكر والسادة المشاهدين نفتكر مع بعض في يوليو من هذا العام لما في مدينة العالمين قابل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أبو مازن واتفقوا على الهدوء التام في هذا القطاع وفي هذه المنطقة. لابد من العودة إلى هذا صحيح الهدوء ثم وأن يتبع هذا الهدوء أن يكون هناك أفق سياسي وليس انسداد سياسي يجعل الأمر على طول الوقت على توتر. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.